نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت اليوم محاضرة في إذاعة القرآن، سمعت صاحبها يقول: إذا قلت الحمد لله رب العالمين فشد على لفظة رب لأجل أن تشد على الشيطان، وإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين فهذه مكالمة بينك وبين الله، فهل هذه الألفاظ صحيحة يا فضيلة الشيخ؟ الكلام جاهل، الكلام جاهل. كثير من الناس الآن صاروا يخترعون عند أنفسهم أشياء يجتهدون فيها وهي ليس لها أصل، فلا أصل لهذا الكلام. والعجيب كيف يلاع هذا في الإذاعة، هذا العجيب. نعم.